ازيكم يا اخصائي سيد؟ فيديو النهارده بتكلم عن مود شتاء 2020. احنا في 2020 2021، تمام. فطبعا انا جايب رينج لايت جديده بقى، فهركبها معاك عشان نشوف الفرق. شوفوا بقى الفرق حلو ولا وحش. بس اللهم لا حسد يعني، او يحسدوني، عشان الحسد منتشر قوي الايام دي. ما تحسدوش الرينج لايت بتاعتي خالص يا جماعه. كل واحد في مقدرته ان هو يشتري رينج لايت، ف يعني انا في مقدرتي ان انا اشتري رينج لايت، ف لو سمحتوا ما تحسدونيش لو سمحتوا. فانا هوريها لكم دلوقتي وهوريكم انا هركبها ازاي اهي يا جماعه. بصوا، مش عايزه حد يحسدني، مش عايزه حد يحسدني خالص. بصوا اهي رينج لايت دي ولا مش رينج لايت. بصوا شوف هي بتنور ازاي. بصوا اهي بتنور ولا ما بتنورش. يعني انا في مقدرتي ان انا اشتري رينج لايت، انت مش في مقدرتك فما تحسدنيش. فاهمه يعني ايه؟ يعني ان شاء الله ربنا هيرزقك زي ما رزقني، فاهمه انت؟ الحمد لله. تعالى بقى نركبها. في فرق صح؟ طيب يا جماعه، احنا النهارده جايين نتكلم على مده 2020 في الشتاء. انا نزلت المحلات وشفت استنوا بقى عشان اركز معاكم، اصبروا هرجع بقى زي الاول. رجعت تاني زي الاول. الرينج لايت بص يعني ايه، في اضاءه حلو. ماشي، خليها بقى ايه شغالين عليها. بص الرينج لايت دي 35 جنيه، تمام، عشان بس ايه في ناس بتسيب محتوى الفيديو وبتسالني على الرينج لايت. فالرينج لايت ب 35 جنيه، تمام. المهم انا نزلت المحلات الايام اللي فاتت دي، كنت عايزه اشتري لبس، فاتفاجئت ان لبس الشتا نزل. فعرفت كده من واقع ان انا نزلت بقى وقعدت الف في المحلات، عرفت ايه الموضه اللي نازله في الشتا، تمام. اول حاجه نازل في الشتاء الالوان البيج والرمادي والاسود واللون اللي هو الموف الفاتح خالص ده، تمام. هو اصلا مكمل معانا من الصيف. دي الموضه. ايه بقى الموضه في الستايلات؟ المنفت طبعا موجود، في البناطيل موجوده، الجيب طالعه موضه برضو. او انت تلبسي مثلا بروفر واسع على جيبه مثلا بليسيه او ساتان بيبقى شكله حلو قوي. بس يا ريت لو انت محجبه ما تلبسيش جيبه ساتان عليها بروفر، عشان ما يبانش ان هي جيبه ساتان، ماشي. لو انت بشعرك بقى بتلبسي عليها تيشرت وكده فيبان ان هي جيبه. طالع برضو في البناطيل الالوان اللي هي جنس العادي والبيج. انا جايبه بنطلون بيج حلو قوي، تمام، منفت كده جميل. هنيجي بقى في البروفلات والحاجات دي. البروفلات طبعا الواسعه طالعه موضه. اللي طالع موضه بقى قوي القمصان اللي هي التقيله. هحط لكم كل حاجه، هحط لكم صورها. القمصان اللي هي التقيله اللي هي بتبقى مش ساده، تمام، بتبقى مخططه كده وكروهات وكده. طالع منها بقى طبعا البيج، في بني، في ابيض، وفي الابيض في اسود، في الالوان دي يعني. وطالع من اللي بتبقى تحس ان هي ايه اوفر سايز كده، بتبقى كبيره، تمام. يعني بصوا فكره، انا بروح فين، فكره الجاكيت اللي انا لابساه ده اللي هو ايه بتبقى كده يعني، تمام. وظاهر كمان ظاهر ايه، وطالع كمان موضه. بصوا بقى، عارفين انتوا التيشيرتات او السويتر اللي هي بتبقى كابتشو؟ لا، طالع منها بقى من غير الكابتشو. انا اصلا شخصيا ما بحبش الكابتشو اصلا، فهو طالع منه اللي هو من غير كابتشو وبيبقى طويل. فدي حاجه كويسه ان هي يعني الحمد لله اخيرا لقيت حاجات طويله، لان انا ما بلاقيش حاجات طويله شتوي اصلا. على طول بيبيعوا البروفات بتبقى واصله لحد الوسط كده او لحد البطن، مش فاهمه ليه يعني. انا مش عارفه وجهه نظرهم انهم يعملوا الحاجه قصيره ليه يعني. واضطر انا اقعد اشتري قمصان بقى واحط فوق جاكيت وتحت قميص، وبعد اجيب بدل ما يعني انا بدل ما اجيب الطقم قطعه بروفر وقطعه بنطلون ابقى اجيب 5 قطع يعني ايه، اقعد اغطي فوق وتحت بقى وكده. المهم كمان لقيت الموضه طالعه ان انت تلبسي تحت اللي هي السويتر اللي هو من غير كابتشو ده، تلبسي تحتيه قميص ابيض. طبعا انا عندي قمصان بيضه، فانت لو ما عندكش قميص ابيض انزلي الحقي هاتي قميص ابيض في الوقت ده، بيبقى فيه سيل جامد. هاتي قميص ابيض عشان هتلبسيه تحت البروفرات وتحت السويتر ده، بيبقى شكله جميل قوي، تمام. دي بالنسبه للموضه اللي انا لاحظتها. طبعا الشرابات بقى اللي هي بتبقى باينه، اللي هي الشرابات التقيله دي برده حلوه قوي، بس بتلبسيها على اللبس المناسب. يعني ما ينفعش تكوني لابسه بدله وليكي لابسه شراب زي ده، ما لقيكيش مثلا لابسه بناطيل بتبقى ضيقه كده فتقوم لابسه الشراب عليها، تحس ان انت ايه ده كلسون مش شراب مثلا. من وجهه نظري
تمام. انا بقالي ما اشتريتش لبس شتوي بقالي من 2013. انا 2013 يعني حدود 2020، دخلنا على 2021، يعني بقالي كام سنة؟ 2013 2020، بقالي مثلا 6 7 سنين، داخلة على 8 سنين ما اشتريتش لبس شتوي نهائي. ما اشتريتش غير هيكون كده شتوي واكبر مني ومش هلبسه تاني، تمام. فانا لاحظت بقى لما فتحت الدولاب بتاعي الايام دي عشان اشوف بقى لبس الشتوي ايه، لبس الصيفي ايه، لقيت اللبس الشتوي اتأزر عليا، يعني تحس ان البروفر كده قصير كده وماسك كده. انا بقيت بحب البس الحاجات الواسعه مؤخرا، فحسيت ان هو مأزر، فلازم اشتري بروفات جديده تكون كبيره شويه. وطبعا انا بحب الاوفر سايز، فعايزه اشتري بقى اوفر سايز، وعايزه اشتريها طويله بقى عشان ايه ما اقعدش البس تحت وفوق غير كده. يعني هو اظهر عليا، يعني الحاجه بقت مقزعره خالص كده. طبعا يعني يا جماعه اكيد كبرت، اكيد كبرت، يعني 7 سنين اكيد كبرت يعني. فعشان كده انا بتكلم معاكم في مده 2020. انا عن نفسي ما بحبش اشتري لبس شتوي كتير عشان انا انسانه عمليه. يعني اقول ايه، انا ليه اشتري بروفل اقعد بيه 3 شهور، تمام، او اشتري لبس شتوي كتير اقعد بيه 3 شهور، اللي هو ال3 شهور بتوع الشتاء اللي هو 11 و12 و1 و2 مثلا و3، ده بيبقى مش شتوي قوي، مش شتوي قوي اصلا. لا، انا اجيب بقى حاجه صيفي والبس عليها جاكيت او كوت كده وخلاص. لكن المفهوم ده اتغير عندي بالنسبه لي علشان اللبس اظهر عليا وستايله اتغير، ذوقي اتغير خالص. غير كده الموضه طالعه حلوه قوي، ان اللي اشتري حاجات طويله وواسعه والالوان كمان جميله قوي. فانا ان شاء الله بحضر لكم في فيديو مشتريات، هوريكم بقى انا اشتريت ايه بعد مرور 7 سنين من عدم شراء اي حاجه. ممكن اشتري شراب، اي حاجه، لكن ما اشتريتش مشتريات شتوي اللي انا اقول اه الشتا دخل فانا هنزل اشتري، لا خلاص بقى ما فيش. فهحضر لكم الفيديو ده، فلو انتوا عايزين تتابعوا فيديو مشتريات الشتا تابعوا الفيديوهات الجايه هتلاقوني هحضرها لكم. بس انا لسه ايه بلف كده في المحلات وهقول لكم بقى انا اشتريت من ايه، واقول لكم انا اشتريت ايه، وهقول لكم إيه الاسعار ايه ورايي ايه، والمحلات اللي انا حبيتها ايه والمحلات اللي انا ما حبيتهاش ايه. وممكن اشتري اونلاين، ربنا يستر، عمري في حياتي ما اشتريت اونلاين ومش عارفه اخد الخطوه دي ازاي لان انا خوافه جدا. فممكن اعمل حاجات كتيره الايام اللي جايه دي، فادعوا لي كده وشجعوني وحطوا لي لايكات. بس ما بقولش، بس انا بقول حطوا لي لايكات. ولو انت اول مره تشوفيني، انا اسمي ساره، انسانه عاقله جدا، وهي بعمل فيديوهات عن يعني اللايف ستايل كله، يعني عموما اي حاجه بعرفها جديده بقولها وبتاع. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب تكوني استفدتي منه. وحوشي بقى كده، او لو انت معاكي فلوس حاولي بقى تنزلي تجيبي الحاجات الشتوي اللي انا قلت لك عليها والموضه اللي هي طالعه. ما تشتريش حاجات قصيره عشان دي مش طالعه موضه، عايزه بروفلات تكون طويله ومغطيه كده. في محلات كتيره منزله الشتوي حلوه قوي، انزلي وشوفي وقولي رايك في التعليقات على الفيديو وعن الموضه. واشوفكم الفيديوهات الجايه، يلا باي باي.